السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله هنراجع النهاردة على اللي إحنا أخدناه في خلال الأسبوع، وإحنا أخدنا الفصل الثاني من قصة عقبة ابن نافع والفصل الثالث، وعرفنا إن أحداث الفصل الثاني كانت بتدور حول إيه؟ إن إحنا عمرو بن العاص كان وضع عقبة ابن نافع في اختباران، وهما فتح مصر والشام، وعقبة نجح فيهم بالفعل بفتح سيدنا عمرو الشام ومصر. طيب، فكر سيدنا عمرو في حماية مصر من الغرب، تمام كده، في فهو واقف في يوم من الأيام في الأسكندرية، تمام كده، وكان سيدنا عقبة يقف بجواره. فالمهم كان ساعتها سيدنا عقبة شاب في 22 من عمره ويعشق الجهاد، فسيدنا عمرو قال له: يا عقبة، إني اخترتك لمهمة سيكون لك بها شأن عظيم، وستكون أول خطوة في فتح إفريقيا وإجلاء الروم عنها إلى الأبد. إفريقيا في الوقت ده كانت تطلق على تونس، تمام كده. فالمهم إيه هي بقى المهمة اللي سيدنا عمرو كلف بها سيدنا عقبة؟ قال له سيدنا عقبة قال له: طيب خلاص، ما شئت يا أبا عبد الله، ماذا تريد مني؟ سيدنا عمرو قال له: أريدك أن تذهب في سرية. السرية يا شباب احنا قلنا إن هي من 500 إلى 400 جنود، تمام كده. قال له: احنا أنت تذهب بسرية صغيرة إلى برقة، تستطلع فيها إيه أحوال أهلها، تشوف أهلها عايشين إزاي، إيه أخبارهم، مطمئنين، يعني تشوف العيشة بتاعتهم عاملة إزاي. فالمهم فإذا كانت مطمئنة أصير إليها بجيش من خير الجنود وأكون فتحها. سيدنا عمرو خلاص قال له: روح، لو لقيت إيه الدنيا هناك مطمئنة هروح هناك بجيش من خير الجنود لفتحها. سيدنا عمرو قال له: أمرك يا أبا عبد الله، متى أسافر إلى برقة؟ سيدنا عمرو قال له: غدا إن شاء الله. سيدنا عمرو قال له: خلاص. أذن المؤذن لصلاة الفجر، وكان إيه ناس طلعت تصلي الفجر، وسيدنا عقبة ذاهب إلى إيه؟ إلى برقة. فنزلوا ضيوف على بعض القبائل البربرية، وقلنا القبائل البربرية هم سكان إيه؟ السكان الأصليين لشمال أفريقيا، تمام كده؟ اللي هم أول ناس نزلوا على أفريقيا، أول ناس كانوا عايشين على أفريقيا، قارة أفريقيا يعني، وقعدوا يتجولوا هنا وهناك وعرفوا أحوال البلاد وما يشغل بال أهلها وبيعيشوا إزاي تحت الحكم البيزنطي ورأيهم في مساوئ هذا الحكم. وعرف عقبة من خلال تجولاته وجولاته بين أهل برقة أن الحكم البيزنطي، يعني الناس متضايقين هناك من الحكم البيزنطي لعدة أسباب، منها كثرة الضرائب المفروض عليهم وقلة الأجور وعدم وجود قوانين تكفل لهم حياة آمنة مستقرة، وحاجة كمان أن بعض القبائل القوية بتجور على الإيه؟ على البعض الآخر اللي هي القبائل الضعيفة، وتنهب من لديها من أموال ومتاع. ويعلو على ذلك كل ده بقى إن عددا من القبائل تمرد على الحكم البيزنطي، وحاول حكام الروم إخضاعهم بالقوة. فبينتهي الأمر إلى المعارك التي تدل إلى إيه، أو يعني بتنتهي بالآخر إلى معارك ينتج عنها ضحايا كثيرة، تمام. طيب، وعرفنا كمان ان الفصل الثالث كان بعنوان رسالة عقبة الى عمرو، وده كان اهل برقة بيتكلموا فيه، او سيدنا عقبة عارف فيه احوال اهل برقة، وكتب الى سيدنا عمرو، تمام. وكان الخطاب بالنص كان ايه؟ انني تبينت من خلال اختلاطي باهل هذه البلاد انهم يكرهون الروم ويمقتون الحكم البيزنطي، لان الحكام الروم فرضوا عليهم الضرائب باهظة، وكلفوا الموظفين ان يقوموا بتحصيل الضرائب بالغلظة والقسوة، تمام كده، حتى ولو باع البربر اولادهم في سوق الرقيق. طيب، الى اخره. طبعا سيدنا عقبة قال لسيدنا عمرو: مما يحفز على التعجيل بفتح هذه البلاد فضلا عن الأسباب السابقة أن أهل برقة وعددهم كبير، يمتازون بالخلق الطيب والنفس السامحة، وينظرون إلى الإسلام من خلال ما سمعوا به على أنه المنقذ الوحيد. قال له خلاص، الناس هنا إيه؟ يعني مستنيين المنقذ اللي هو الإسلام عشان ينجدهم من الفتح، أو ينجدهم من الاحتلال البيزنطي. طبعا سيدنا عمرو أول ما سمع بالكلام الجميل ده بتاع سيدنا عقبة
جهز سيدنا عمرو جيشا مكونا من 4000 مقاتل، وبضعه هو من ايه، من 3 ل 9000 يعني. وانطلق الى بركه، هناك استقبله اهلها اروع استقبال ورحبوا به ابلغ ترحيب ورغبوا في دخول دين الاسلام. كانت القبائل البربريه وقتها ترى في قدوم الفاتح العربي عمرو بن العاص بشائر الفجر الجديد الذي سيطل عليهم بنور العداله ويزيل ظلام الاستعباد والاستبداد. قلنا الفرق ما بين الاستعباد اللي هي العبوديه والاستبداد اللي هو الظلم، تمام كده. طيب لحد هنا نكون خلصنا مراجعه الاسبوع ده اللي كان طبعا ملخص الفصل الثاني والثالث في القصه، تمام كده. وان شاء الله نتقابل في الحلقه الجايه، ورب تكونوا استفدتوا.